لو الحكاية فيها إن فيتو أنا ما وصلت بس مبلف لما هو إيه يعني لو دخلش ما اللي دخلش الرئاسة هو التالي مش عارف إنه دخل في النادي الأهلي وكان أي وقت لحد في الوقت اللي هو ممكن كان حسن عليه خطوة كثيرة جدا في التوقيت ده كأهرام إنما كان الموقف في النادي الأهلي عليها هذه دروس تعلمتها وقبل ما أختم قول الكابتن حسن حمد له فضل كبير علي شخصيا عند دار الأهلي مرة فيتو.